قلل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من إمكانية التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الفترة المقبلة. كما حذر غوتيريش في كلمة له خلال ندوة تثقيفية بجامعة أوبسالا السويدية من مخاطر تصاعد التوتر بين القوى العظمى. وأشار غوتيريش إلى أن العالم يشهد ميلادا جديدا للحرب الباردة، ولا بد من وضع آليات لمنع نشوب حرب نووية.